نعم أستاذة سهى، يسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي، أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك، أعتذر على هذا الخطأ التقني. ولا يهمك، الله يعطيك ألف عافية يا رب. بداية أستاذة سهى، نحن عم نحكي منمهد كنا لمشروع صناعة طفل عبقري يلي حضرتك حطيتي إذا فينا نقول اللبنة الأولى لهذا المشروع، نحكي عنه أكثر والهدف منه. الهدف منه هو تعليم ممتع للأطفال. لازم العلم يكون أسهل وأكثر متعة بطريقة عرضه للأطفال. بهذه الطريقة هي يصير الطفل أكثر قدرة وأكثر حب أنه يتعلم شيء جديد. نحن هدفنا كان أنه خلق جو جديد في منظومة التعليم، بحيث يكون هذا الجو مملوء بالتجارب الحسية الممتعة للطفل اللي ترسخ بعقله وخياله ويكون استذكار المعلومات فيها أسهل. فهذا كان الهدف الأساسي من مشروعنا صناعة الطفل العبقري. جميل جدا أستاذة سهى. يعني أدوات المشروع، هذا المشروع الطفل العبقري، يا ترى هل يحتاج شراء معدات إضافية؟ وهل هو مطبق على شريحة عمرية محددة؟ بالنسبة للأدوات صراحة نحن عم نسعى جهدنا أن تكون الأدوات معظمها أدوات منزلية متوفرة بأي بيت، بحيث أن أي بيت يكون عجبته فكرة معينة بده يطبقها مع ابنه بإمكانه يبدأ فورا. فالشريحة العمرية المحددة أنا دائما أقول أنه أفضل وقت أنك تبدأ فيه بتعليم ممتع لابنك هو الآن. فما في شريحة عمرية محددة، أي طفل بإمكانه يلتحق بالبرنامج، وخصوص الأطفال اللي تأخروا عن المدارس لسنوات، هذول الأطفال فقدوا شغفهم للعلم والتجربة، فمشان هيك ما في عمر محدد. طبعا إذا بلشنا بعمر بكير يكون التجاوب أفضل من ناحية الطفل، لكن ما في أي مشكلة أنك تبدي الآن أيا كان عمر ابنك. جميل. طيب أستاذة سهى، إذا نبلش بقى بشكل عملي، مشروع صناعة طفل عبقري عنوان براق صراحة، لكن إذا نبلش بقى بالخطوات العملية ويبلشوا الأهالي فعلا، كل حدا عم يسمعنا وعنده أطفال، كيف لازم يحطوا رجلهم بالمسار الصحيح في مجال صناعة هذا الطفل العبقري، شو لازم يعملوا؟ تمام، رح أبدأ من فكرة العنوان. مثل ما حكيت هو عنوان براق، يحمل رسالة. أول كلمة اللي هي صناعة، إنه الخطوات الصغيرة المستمرة اللي نتبعها مع ابننا بشكل دائم، شكل يحترم قدرات ابني، يحترم ميوله، يحترم رغباته. لما أتبع هاي الخطوات مع طفلي راح يوصل بالنهاية للعبقرية اللي أنا أتمناها. طبعا لما وصفنا العبقري بمشروعنا ما كان هو الشخص اللي يحصل 100% بس، نحن بدنا العبقري هو الطفل اللي مستمتع برحلة التعلم، هو الطفل اللي لما بده يتعلم شيء جديد يكون عنده شغف، يكون عنده اهتمام بانه يكمل يشوف شو رح يصير بعدين. اهم من هذا انه يقدر يطبق هذا الشيء بحياته العملية. احكي لك مثال. هلا نحن مثلا انا خلصت هندسه وكنا نستخدم دائما النسب المئويه بالمخبر، لكن انزل على السوق يكتبوا مثلا تنزيلات 30% فورا اطالع موبايلي باللاوعي واحسب 30%. ما تعلمت اني انقل الشيء اللي تعلمته بالجامعه والمدرسه، انه كيف احسب النسب المئويه بالمخبر، ما تعلمت كيف استخرجها بحياتي العمليه. خلص اللي بالمخبر يتسكر على باب المخبر وانا هون بدي اطالع الاله الحاسبه. فنحن هدفنا كان انه اعلم ابني كيف يستخرج المعلومات الوقت المناسب، كيف يستفاد من العلم بحياته العملية. هيك رح يصير يحب العلم أكثر، يصير يشوفه بكل مكان. جميل جدا. لكن أستاذة سهى، يعني لعله هذا الأمر يبدأ أيضا بتحبيب الأهل بهذه الفكرة أصلا، حتى هم يستطيعوا بالفعل أن يتفاعلوا مع طفلهم في البيت. برأيك كيف يستطيع، أو كيف من منهجكم ومن طرقكم، هل الأهل مندمجين في هذه العملية؟ هل لهم دور أيضا في هذا البرنامج؟ أستاذة سهى؟ أيوة نعم. معكم أنا أسمع. الأهل انقسموا لقسمين. القسم الأول كان مبسوط بالبرنامج لأنه لمس النتائج الحقيقية لهذا البرنامج. لأنه بالفعل حقق حل مشكلات كنا نواجهها خلال التعليم. جميل. والقسم جدا. الثاني هو القسم اللي ماشي بالأسلوب التقليدي، اللي مش فاهم أنه أنا كيف خلال لعبة أو خلال تجربة أو خلال تصميم معين يقوم فيه طفلي أنا أوصل له فكرة علمية. فالقسم الثاني كان يعتبر هذا الموضوع مضيعة للوقت وتشتيت للطفل.
أنا رسالتي لأهل القسم الثاني إنه لو سمحتوا جربوا على الأقل جربوا المشروع، جربوا فكرة إنك توصل لابنك معلومة علمية بتجربة أو قصة أو غنية أو أي أسلوب ممكن يشد طفلك. أنا بالنهاية بدي العنب ما بدي أخنق الناطور، صح؟ صحيح. أنا بدي ابني توصل له المعلومة بأسهل طريقة وأبسط طريقة وأكثر طريقة هو يكون مستمتع خلالها. ما بدي ابني يقوم من الدراسة وهو تعبان ومتوتر ما بده يرجع، لا نفس. بدي ابني لما يخلص دراسة يقول لي بدي كمان بدي كمان. جميل. فأنا جميل. اللي طلب ورجاء من الأهالي إنه يجربوا على الأقل أسلوب التعليم الممتع، لأنه فعلا نتائجه كبيرة جدا على الأثر الحالي وعلى الأثر البعيد. تغرس عند الطفل ثقة بنفسه، ثقة بقدراته، ثقة بإمكانياته. لما يتحول الطفل من متلقي لباحث خلال هاي الرحلة هو عم يثق بحاله، عم يثق بقدراته، وهذا الشيء إن شاء الله رح يعمل لبنة للمستقبل بإذن الله. أنا مثلا بدي أعلم ابني حالات المادة. مكتوب بمناهجنا أنه تقسم المادة إلى ثلاث حالات، صلبة وسائلة وغازية، وتتحول من طور إلى آخر المادة أحيانا باكتساب أو خسران طاقة. هاي المعلومة بالنسبة للطفل هي شيء وهمي، شيء غير موجود، مش فهمان أنا عن شو عم أحكي. لكن لما أعطيه مكعبين بوز أطلب منه يمسك مكعب البوز بإيده يجرب، مرة يحطه بطنجرة، مرة يحطه بجات، مرة يحطه بكاس، فهو ما تغير شكله. إذن هاي المادة الصلبة. هذا المكعب الأول أحطه على النار، المكعب الثاني أخليه بصحن بدرجة حرارة الغرفة، أخليه يراقب كيف عم يتحول مكعب البوز لمي عن طريق الحرارة أسرع طبعا. فهو رسخ بباله أنه أنا تحول من صلب لسائل عن طريق تجربة، عن طريق إضافة طاقة. بعد أنا ما أعمل له التجربة أعطيه النتيجة اللي هي هناك ثلاث أطوار، صلب وسائل وغازي، والطاقة تسبب انتقال. في كمان فكرة أنا أتمنى أنه دائما نبدأ فيها مع أطفالنا من عمر مبكر، هي دفتر الملاحظات أو النتائج. لازم هاي المصطلحات تكون مألوفة بمحيط الطفل، انه اعطيني نتيجه التجربه، شو شفت هون، شو رايك اللون، تغير اللون ولا وين المستمر. هيك الطفل يضل دكتور مسك. بعض الأشخاص عندما تستيقظ صباحاً لا تزال تشعر بالخمول والتعب والوهن، رغم أنه من المنطق بعد نوم ليلة هادئة يجب استعارة الجسم ونشاطه وحيويته. إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فأنت تعاني بما يسمى النعاس المفرط خلال النهار أثناء فترة النوم وخلود في ساعات النوم، يجب أن تمر بهذا. نكون وصلنا وإياكم أعزائي المتابعين والمتابعات إلى نهاية حلقة صباحك مسك لهذا اليوم، وكعادتنا في كل يوم جمعة نذكر بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف. لكم مني كل التقدير والحب والتحية. كان معكم هنا بلال صالح وزميلتي هلا الملاح. أكيد متابعينا إن شاء الله لاقونا الأسبوع الجاي بباقة منوعة من الأفكار.